مطلوب لدى جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم بعض الصفات خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والمسنون فوق 65 سنة أنهم نطلب منهم أن يتلقوا اللقاح، لا ضرر من أخذ هذا اللقاح لأنه لقاح كبقية اللقاحات الموجودة منذ أمد بعيد على مستوى الجزائر. أنا بدوري جيت وأخذت هذا اللقاح ضد كوفيد 19 وفاتت العملية في ظروف حسنة، ونشكر المسؤولين الذين سهروا والمؤطرين الذين سهروا على هذه العملية.